قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. شايفين شو صار؟ 10 مرات. له 40 مليون حسنة. افتح في يومك، لأنه إذا عملت لك شي شغلة ممنيحة باليوم تجي الحسنات بتروح لك ياها. إن الحسنات يذهبن السيئات. حعيده منشان أنت تحفظه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. 10 مرات. هي هدية من النبي إلك، هدية من النبي إلك. صلوا عليه.